تعالوا بقى نتناقش في الكلام ده كله مع الكابتن احمد ابو مسلم، نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق اللي سبق ليه الاحتراف في اوروبا في اكتر من بلد، في فرنسا وبلجيكا. تعالوا نتناقش معاه في الامور دي كلها. كابتن احمد ابو مسلم، اهلا بيك في 7 داي سبورت. عبد الرحمن عامل ايه؟ والله بخير، طمنا على حضرتك الاول. طيب والله وحضرتك طيب وبخير. قول لي بقى، شايف الاول تعال نتكلم على الاهلي، شايف مباراه الاهلي وفاركو ازاي بعد التتويج ببطوله افريقيا؟ وهنستأنف بقى مشوارنا طبعا اللي هو هيبقى مليان ماتشات، كل 3 ايام ماتش تقريبا. شايف ده على اللعيبه ازاي، وشايف فرص الاهلي ازاي في الدوري ان شاء الله؟ لا اكيد طبعا، بعد اي بطوله النادي الاهلي خلاص قفل البطوله الافريقيه، او التعود في النادي الاهلي او الشغف في النادي الاهلي، عارف ان خلاص في بطوله من ضمن البطولات. انت موجود كل يوم، طول ما انت موجود في النادي الاهلي لازم مطالب كل يوم ببطوله يعني. طبعا. فاكيد الفتره اللي جايه مش سهله، اكيد اللعيبه خلاص هتبتدي تفعل بشكل كويس. عندنا ماتش فاركو، خلي بالك فاركو فرقه مميزه بتحاول تسرع، وعندها امكانيات كمان ولاعيبه كويسه قوي. نعم عندها امكانيات ولاعيبه مميزين كمان، عندها لعيبه مميزه، بس هي كان بيقابلها سوء حظ ومدرب مشي، كابتن خالد جلال، وكان مدرب موجود تاني. فانت بتتكلم اللي هم بره عندهم دوافع، اللي هم عايزين يقعدوا في الدوري ممتاز، فالموضوع مش هيبقى سهل، مش هيبقى يعني الدنيا، مش هتلاقي فرقه نازله مستسلمه يعني. فاكيد الماتش هيبقى صعب، لعيبه النادي الاهلي اكيد ان شاء الله تحسم من اول اللقاء، تحسم البادره من اول اللقاء، وبعد كده انت بتبص واحده واحده. خلي بالك انت بتتكلم في الدوري، النادي الاهلي متاجله ماتشات كبيره جدا، كتير جدا يعني. بتتكلم لو خد ان شاء الله الماتشات دي هيبقى في قمه الدوري، فاكيد البدايه بتبقى قويه، بالذات انت بعد فتره. فبطوله الدوري دي البطوله المحببه الثانيه بعد البطوله الافريقيه طبعا. فاكيد اللعيبه عندها شغف لا توصل للكوين، عارف دلوقتي بتصدر، بيراميدز. فانت عندك دلوقتي هو اللي بيحاول ينافس معاك يا بيراميدز. فالنادي الاهلي، حاسين بالمسؤوليه. فاتمنى ان شاء الله نبدا من اول ماتش فاركو ان شاء الله. فاركو بيقدر اللعيبه بكره تدي زي ما بقول كده انذار للناس كلها اللي احنا موجودين البطوله بتاعتنا ان شاء الله. طيب انت من الجيل المميز جدا اللي خد كل البطولات، وخدت تقريبا كل البطولات، بتشوف عمليه ضغط المباريات الكبيره دي ازاي؟ وانت اكيد عملتها مع النادي الاهلي او عشت في ضغط المباريات بالشكل ده. هو بص عبد الرحمن، طول ما انت موجود في النادي الاهلي هتبقى عندك ضغط مباريات. ليه؟ النادي الاهلي بيلعب اكتر من بطوله، النادي الاهلي بيشارك بطوله الابطال، بيشارك بطوله كاس مصر، بطوله الدوري العام، كاس اللي هي لو كان نقيب موجود في كذا بطوله ثانيه. فانت متعود اكيد اللعيبه اللي عندها خبرات. وانا شايف ان السنه دي، الموسم السنه دي بالنسبه للسنين اللي قبل كده متهيألي اهدى يعني، اهدى عشان المنافس بيراميدز برضه مش فريق بطوله قوي، ولا عشان خاطر انت عندك فرص اكتر بقى يعني؟ لا انا بكلمك على موضوع الضغوط اللي هي ضغوط المباريات يعني. شايف ان دلوقتي كان النادي الاهلي مثلا في الفتره اللي فاتت مثلا كان لعب كل فتره 3 ايام ماتش، بس قبل كده كان بيبقى مستمر لمده شهر ولا شهر ونص شغال كده. فانت دلوقتي جه فتره بتاعت المنتخب، فاديتك مثلا اديتك ريست، فتره راحه. بس اللعيبه الدوليين ما لعبوا كلهم، ما القوام الاساسي بتاعك لعيبه دوليين يا كابتن. ما انت خلي بالك برك عبد الرحمن، النادي الاهلي عمره معتمد على اللعيبه ال 11 بس الدوليين. طبعا طبعا، خصوصا مستر كولر كمان عامل عمليه الروتيشن دي كويس. برافو عليك. فهو النادي الاهلي طول عمره اللي انت عندك قوه موجوده على دكه البدلاء قويه جدا، وعندك لعيبه مميزه، ما فيش فرق بين احتياطي واساسي. فانا بكلمك يعني حتى الروتيشن مستر كولر بيشتغل بيه بشكل كويس، فعشان كده انت مش حاسس بفرق. فالنادي الاهلي متعود على الضغوطات دي. اكثر فرقه بتلعب عدد مباريات النادي الاهلي، لو جيت تقارن باي فرقه ثانيه، لو الزمالك او بيراميدز او اي فرقه ثانيه، مش مشاركين الا في بطوله واحده او بطولتين بالكثير. فانت بتتكلم النادي الاهلي متعود على الاحمال دي، وطبيعي. وخلي بالك الحمد لله اللي مسك الخشب لحد دلوقتي مفيش ولا لعيب اصابه من النادي الاهلي اصابه كبيره. يعني رجعوا من المنتخبات تاو وعنده اصابه، وسام ابو علي عنده اصابه، بس الحمد لله يعني ده مش اقل الخسائر يعني. ما دي بتاعتنا، دي بتاعت المنتخب بتاعتهم انت فاهم. فاحنا ما نقدرش نتصدق بيها. فاحنا بنتكلم في الشكل العام، الحمد لله لحد دلوقتي اللي مسك الخشب للناس ماشيه بمعدل كويس. وطبعا مستر كوره ابتدى يشتغل بالعناصر اللي عنده مميزه. وصلنا انت عندك مثلا 2 باكين رايت، مش عارف لاعب مين او 3 باكات رايت، مع اكرم توفيق ولا عمر كمال ولا محمد هاني، بنبارك له طبعا على جوازه امبارح. طبعا فانت عندك لعيبه مميزه بشكل كبير جدا. فانا شايف ان الموضوع في المتناول، انا شايف اللعيبه حاسه بالمسؤوليه. فانا شايف يعني النادي الاهلي طول عمره متعود على الضغوطات دي. طيب خلصنا كلام عن النادي الاهلي، بقى تعالى نروح لليورو. انا كنت قبل ما انت تدخل معانا طول بتكلم على انها بطوله غريبه ولكنها مميزه وممتعه جدا. انت من الناس اللي انا حاسس انك بتشجع فرنسا لانك لعبت هناك في ستراسبورج طبعا، وفي اجاكسيو كمان، ولعبت في الدوري الفرنسي بشكل مميز جدا. ايه رايك الاول في البطوله بشكل عام، وتوقعاتك للمستوى الفني فيها ايه؟ لا هو انا بالنسبه لفرنسا طبعا يعني اعتبر في بلدي الثاني، بص بعشقها في كل حاجه يعني. اول بلد احترفت فيها قعدت 5 سنين مواسم متتاليه، اكتر لعيب لاعب في الدوري الفرنسي، فانا بشجعها من كل قلبي يعني. بس انت بكلمك على البطوله نفسها، البطوله دي بتبقى بيتولد فيها منتخبات وليده زي ما بنتكلم. كنت بقول الكلام ده قبل ما انت تخش معايا والله بالظبط قلتها يعني. بص يا
بص يا عبد الرحمن، مش هتحس بان فرقه منتخب ضعيف ومنتخب قوي الا في البطوله دي. البطوله دي ما تعرفش مين يكسب فيها. انا بقول احنا اليونان كسبت وهي بتدافع، بس كسبت البطوله، وفي فرق قبل كده بتشارك لاول مره زي الدنمارك خدت البطوله. الله ينور عليك. فعشان كده البطوله دي فيها شغف كتير جدا، وفيها حاجات من التطور في كره القدم دي. لو انت مستعد تروح تتفرج هتشوف فرقه مثلا مش ممتعه بالنسبه لك زي ما بتتكلم على الدنمارك ولا اليونان، بس هم بيعرفوا يكسبوا. صح، بيعرفوا يكسبوا، انت فاهم ازاي؟ فاحنا بنتكلم المنتخبات، انا بشجع منتخب فرنسا طبعا، منتخب فرنسا في اعلى قمه، وخلي بالك منتخبات قوية جدا. ديشامب كمان عامل توليفة مميزة قوي، وكمان استمرار ديشامب الفترة دي كلها كمدير فني. انا عايز اعرف رأيك في الموضوع ده. منتخب فرنسا هو دايما مرشح للبطولة، لكن ديشامب مستمر الفترة دي كلها وكاسات عالم وبتاع. انت قول لي بقى، انت شايف ديشامب في البطولة دي ازاي كمان؟ بص يا عبد الرحمن، احسن حاجة في الدول الاوروبية السيستم اللي عندهم او البلان اللي موجود، اللي انت عندك المستوى. مثلا المنتخب الفرنسي موجود ديشامب بقاله فترة كبيرة جدا مع المنتخب، فبيعمل حلوته. اكتر واحد عارف المنتخب لا، وبيفاجئنا فجأة بنزيما بره المنتخب وهو احسن لعيب في العالم، يعني ليه مفاجآت كده غريبة شوية يعني. طبعا هو السيستم شغال وما عندوش مشكلة. الثاني حاجة، المنتخب الثاني هتلاقي بلجيكا برضك عندهم من اول المنتخبات، هم بطولة، هم هولندا منتخب، يعني هم بطولة المنتخبات الاوروبية في السن الشباب، والاولمبي واسبانيا نفس الثلاثة. بتتكلم ان هم عندهم بلان، انت حط بلان واشتغل عليه عشان تقدر توصل للقمة. فانا بكلمك كده، الناس دي اي حد ديشام بيمشي، اي حد بيجي يمشي موجود لهم بلان بيجي يمشي، هم حاطين السيستم وشغالين عليه. عشان كده بكلمك، هي النظام والبلان. انت عايز توصل بعد خمس سنين معدل اعمار قد كذا، مع احترامي لمنتخب مصر، زي منتخب مصر خلي بالك اكبر اعمار سنيه في منتخب مصر طبعا. فانت لازم من الفتره اللي جايه يا كابتن حسام يبتدي يدخل ينزل وعلى فكره هي دي مميزات كابتن حسام مع الفرق اللي مسكها، كان دايما بينزل بمتوسط الاعمار شويه مع الفرق، لكن مع المنتخبات طبعا ده بيبقى اصعب شويه. اصعب، بس انت خلي بالك يا عبد الرحمن، جراءه من المدير الفني بتفرق معاك بشكل كبير جدا. كابتن حسام جريء، بتدي لعيب، كان لعيب دولي اسم كبير، فهو الطبيعي بتاعه اللي هو ما عندوش مشكله، بدل ده الواثق في حد هيديله الباور. ما اي مدير فني لو مش مديك الثقه مش هيقدر تأدي طبعا. طيب انت قلت منتخب بلجيكا في النص، وعلى ذكر منتخب بلجيكا، منتخب بلجيكا من المنتخبات القويه جدا كسكواد وكتشكيل وككل حاجه، وانت لعبت بلجيكا كمان، قول لي ليه منتخب بلجيكا مش من المنتخبات اللي بتكسب البطوله؟ مش منتخبات بتكسب بطوله لكذا سبب. خلي بالك هم في سن الشباب الاولمبي مميزين جدا طبعا، بس انت كده بتتكلم في السن اللي هو بتاع الاول، الموضوع بيختلف شويه، او الكواليتي بيختلف شويه. بيروحوا انديه مثلا منتخبات، يعني بيروحوا انديه ثانيه، في ناس بتشتغل بصفه مستمره، بتتكلم يعني بتبقى موجوده بصفه اساسيه بشكل كبير جدا، وفي ناس بتبتدي تحاول بتخش في، يعني بتخش في انديه ثانيه فما بتلعبش. انت بتتكلم يعني بتتكلم في فرق بيروحوا يلعبوا فيها بشكل مميز، في فرق ثانيه بتبقى لسه عقبال ما يتاقلم بيبقى الموضوع مختلف. بالذات خلي بالك الدوري البلجيكي مش في التوب فايف، انت فاهم ازاي؟ الدوري البلجيكي برضك دوري، بس اللعيبه يعني لما تيجي تقول دي بروين في مانشستر سيتي، كورتوا، الحاجات دي اسماء تخض جدا في كل مركز تقريبا يعني. هم دول خلي بالك عبد الرحمن، هتلاقي مثلا خمسه سته هم الموجودين، انت المنتخب مش معقول خمسه سته هم اللي هيشيلوا الفرقه كلها طبعا. انت بتتكلم اللي فيه، انت عندك فرقه عندك جون عالمي، عندك ناس مميزه، بس انت بتتكلم الكواليتي كله مش يعني. بلجيكا بالذات والمانيا بيعتمدوا على البدني اكتر وعلى التكتيك اكتر، فما عندهمش يعني. عندك مثلا لوكاكو ده كان حاجه ثانيه مختلفه، بتيجي فتره من الفترات بتلاقي المستوى الفني بيروح ايه؟ بينزل. فعشان كده بقول لك هو التطور اللي موجود في بلجيكا، عشان كده ما بيوصلوش لاعلى حاجه يعني. هم عكس مثلا المانيا، عكس مثلا بتتكلم على فرنسا ثابته على طول على القمه على طول. فرنسا اصلا تحس دايما نجوم فريق منتخب فرنسا اعمارهم صغيره دايما. ليه بقى؟ عشان هم بيلعبوا في البطوله اللي هي المحليه بتاعتهم، بيلعبوا بشكل اساسي، والبطوله المحليه بتاعتهم قويه. ايوه طبعا. فرنسا لما تيجي تتكلم على الدوري الفرنسي دلوقتي، مش هتلاعب باريس سان جيرمان ولا مارسيليا ولا موناكو ولا نيس ولا لانس، انت بتتكلم في انديه ابتدت تتطور بشكل كبير جدا. فالدوري الفرنسي من ساعه ما كنت انا موجود كان مثلا 60 70%، دلوقتي لا، ده وصل لاعلى حاجه. فانت بتتكلم لا، وبيجيب يعني ميسي يلعب في باريس سان جيرمان، امبابي اللي عليه الضجه كلها والريال مدريد وبتاع، هو خلاص خرج يعني، ونيمار بيجيب دايما لعيبه دلوقتي مميزه، او يعني يمكن باريس سان جيرمان دخل فكره انه يبقى فيه شراء ولعيبه مميزه ولعيبه غاليه ولعيبه اسماء كبيره. ما ده عبد الرحمن اللي بقول لك عليه، اللي هو ده اللي هو البلان انت بتعمله. ده انا عايز اوصل في نص خمس سنين، او انا رئيس النادي مثلا عايز اجيب لعيبه عندي اقدر استفاد منها. من راجل نجح اللي هو يجيب لعيبه ويبيع طبعا. يعني انت بتتكلم لما تيجي تتكلم على امبابي، لما يكون رئيس الجمهوريه نفسه بتاع فرنسا، بتتكلم ان هو مش عايز الراجل يمشي، انت فاهم ازاي؟ حتى في السلام بتاعه، انا فاكر كنت متابع بشكل قوي، بيسلم على لعيبه المنتخب المعسكر موجودين، زعلان منه، انت فاهم الموضوع؟ لو قال له انت خلاص رايح ريال مدريد امتى، حتى جابوا النقاش ده. أيوة، قال له انت خلاص رايح، قال له النهارده. بيسلم عليه سلام، مش اللي هو كل مره بيسلم عليه بيضحك معاه بيفضل يهزر معاه.
بتسلم عليه السلام يعني قوي كده، عشان هو مش عاجبه، عشان هو بيقول، هو بيقول له انت الثوره عندنا يعني، انت هنا بتعمل لنا شكل هنا، بتعمل لنا في البلد هنا يعني، زي ما بتتكلم عن باريس سان جيرمان حتى لما بتروح الشانزليزيه بتشوف الصور والحاجات دي كلها، ما ده كله ماركت يا عبد الرحمن. طبعا الدوري الفرنسي مميز بحته ان هو دوري ماركت، وبيخرج كمان، بيصدر للدوريات الاوروبيه كلها لعيبه، وحتى في لعيبه مصريين وعرب او لعيبه اجانب عن اوروبا عموما بتروح الدوري الفرنسي كمحطه للانتقال للخمس دوريات الكبرى يعني. طبعا. طيب قول لي بقى توقعاتك لو في مفاجاه في اليورو السنه دي، مين المنتخب اللي ممكن يعمل المفاجاه دي؟ انا خلي بالك يعني انا برضك يعني مشجع منتخب فرنسا وكل حاجه، بس انا بتكلم شايف الظروف اللي صعبه جدا اللي موجوده في الدوري يعني في المنتخب الالماني، حاسس ان هم هيطلعوا من الكابوس. يعني انت اتكلمت على مجموعه اسبانيا فيها كرواتيا وايطاليا، يعني مجموعه نار، اسبانيا طبعا. وكرواتيا وايطاليا ومعهم البانيا، اصعب مجموعه طبعا. تقريبا يعني دي اصعب مجموعه، عشان كده انا بكلمك على المانيا، كله متوقع ان المانيا تخرج بسبب احداث كاس العالم، كله متوقع ان المانيا تخرج. انا حاسس ان المانيا هتبقى مفاجاه السنه دي، بس هي المانيا مش مفاجاه لان عرضها كمان يعني، ما هي على ارضها، بس انت بتتكلم لما انت بتتكلم الراي العام والاعلام، ايوه، وخروجهم من كاس العالم من المجموعات واثر عليهم حتى مع عندهمش ثقه مع الجماهير بتاعتهم، الجماهير بتاعتهم تقول لك احنا عايزين نعمل اداء كويس، او كل التقارير اللي تيجي يقول لك احنا عايزين نتكلم، وتيجي تتكلم يقول لك يا رب نبقى في المستوى 60 70%، فانت وصلت الاحباط للناس اللي موجوده، فعشان كده بقول لك الناس دي لازم يعني الدوري الالماني يعني المنتخب الالماني لازم يفوق بالكبوه دي بحاجه كبيره، زي ما هم يعني اكبر حاجه الاكبر مناسبه اللي هي بتاعت كاس العالم طلعوا منها، فانت لازم ترجع بقى باليورو دي على الاقل دي مصالحه للجماهير، فانا شايف ان هم عندهم الدافع اقوى. طبعا انت يعني اديتني مداخله قويه جدا وافدتني جدا، وانت من النجوم المميزه اللي احترفت احتراف ناجح ونجحت مع النادي الاهلي، خدت معظم البطولات بتاعت النادي الاهلي كنت موجود فيها. كابتن احمد ابو مسلم، شكرا ليك جدا على تواجدك معانا في 7 داي سبورت من خلال شاشه قناه النادي الاهلي.